السؤال الثاني، ما رأيكم في نسب السادة باء علوي؟ ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع، واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف، مع نفسه يعيش مع ربه وحر. باء علوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع، لم نرى أحدا يشكك فيها عبر التاريخ. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك وقعد كده تملي متشكك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليم.